أفضل شيخ، هل ليلة القدر أوصاف تعرف من خلالها؟ في الحقيقة أن ليلة القدر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأوصاف أو العلامات التي تدل عليه، من ذلك أن ليلتها بلجة باردة هادئة، ليس فيها يعني صخب، وأيضا صبيحتها تشرق الشمس أو تطلع الشمس، ليس لها شعاع كالطست كما جاء في الحديث الصحيح، يعني بمعنى أن الإنسان إذا نظر إليها لا يتأثر، يراها كأنها خالية من الأشعة، من أشعتها. هذه من الأشياء التي ذكر، وقيل بأن سبب ذلك نزول، كثرة نزول الملائكة إلى الأرض، فتذهب أشعة الشمس أو تخف كثرة الحركة ما بين السماء والأرض من نزول الملائكة. أيضا فضل الشيخ لا يرمى فيه بنجم. صحيح، أيضا ثبت بأنه لا يرمى فيها بشهب. أما ما يذكره العامة من بعض الخرافات يقولون بأنه لا تسمع يعني نباح كلاب، أو أن الأشجار تتدلى أغصانها إلى الأرض وغير ذلك، فهذا في الحقيقة يعني من البدع التي زادها الناس على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأوصاف المذكورة واضحة، وهي أن صبيحة الشمس في صبيحتها تطلع ولا شعاع لها، ليلتها بلجة باردة، لا يرمى فيها بشهب، فيها هدوء وسكين، فيها هدوء وسكين. أما يقولون تنفتح السماء ويظهر ضوء، هذا كله خرافات، هذا كله خرافات.